جولة الجلاش بالجبنة. هنحتاج لفة جلاش، هنحتاج ميكس جبن اللي متوفر عندك في البيت وتقدري تشيلي وتحطي وتزودي اي حاجة انت بتحبيها. بس احنا النهاردة عندنا ايه؟ عندنا زي ما قلنا ميكس جبن يعني موتزاريلا وشيدر، عندنا زيتون، عندنا كمان جبنة كريمي، فلفل الوان متقطع مكعبات صغيرة. فالحشوة كمان نفسها حلوة ولذيذة، ودخلنا فيها الفلفل الألوان الغني بفيتامينات كتيرة جدا مع الجبن اللي الولاد بيحبوها، فهيبقى ميكس هايل جدا وهيعجبهم. التوريق عندنا النهاردة هنحتاج كوباية زبدة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. التسوية بقى هنحتاج نص كوباية من الحليب مع رشة ملح وفلفل. فتعالوا بينا يلا نشتغل كده ونجيب الجلاش. يلا الأول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجلاش كل ما كان طازة كل ما أخذنا نتيجة مميزة جدا. طيب ورقة الجلاش زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده فردناها، ده ورق الجلاش على بعضه. هجيب سكينة ونبتدي بقى نشتغل، عشان احنا النهاردة قلنا هنعمل صوابع كده الجلاش، مش هنعمل الجلاش بحاله. فتعالوا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ناخد السكينة ونقطع الجلاش بتاعنا. هوريكم ازاي دلوقتي، ونجيب طبق كمان علشان نعمل فيه خلطة الحشوة. يلا توكلنا على الله. تعالوا بينا بقى ادي الجلاش، هبتدي بالنص بالظبط، بالنص طول، وهبتدي اقطع. والفه تاني كده واقطعه مرة تانية. يبقى انا كده قطعته اربع تربع. بقى معايا قد شرايح السبرينج رولز اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت وبتبقى غالية بصراحة، فاحنا هنعمل ايه الجلاش بالشكل ده عشان ناخد نفس الشكل. تمام اهو واهو هايل. هحضر بقى الحاجة بتاعتي، ادي الزبدة، المفروض الزبدة تبقى دايبة خالص علشان كل ما كانت سايحة كل ما هتاخدي منها بالفرشة بسهولة، مش هتاخد معاكي كتير، فهيبقى الدهنة بسيطة. وتعالوا نحط البيكنج باودر على الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب كويس. كل ما كانت الزبدة سايلة ده هيوفر معايا زبدة وهيخليلي الجلاش خفيف ما يكونش شارب كتير من الزبدة. هنقلب كويس، البيكنج باودر بيخلي الجلاش هش قوي معاكي كده. تمام، ما قلنا في خليط الحشو عندنا الجبنة الموتزاريلا والشيدر. والله عندي جبنة رومي احطها، عندي جبنة قريش هحطها. تمام، هنحط جبنة كريمي. وانتظرونا بقى ان شاء الله الجبنة الكريمي دي هنعملها مع بعض بإذن الله، ونتيجتها وهمية وهمية حرفيا ورخيصة جدا جدا، مش هتكلفكوا حاجة. احط كمان الزيتون واحط فلفل الوان متقطع مكعبات صغيرة، وابتدي يعني اخلط المكونات دي كلها مع بعض. كده بقت عندي حشوة مميزة، طعمها حلو، شكلها حلو، وكمان مفيدة ومغذية. زي الفل، خلصت. الجبنه الكريمي هنا مسكت لي المكونات مع بعض، ما بقتش مفرفره من بعض ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. بينا بقى نشتغل. محضره الفرشه، محضره الزبده اللي حطينا عليها البيكنج باودر، وهبتدي اخد ورقتين بورقتين. فتعالوا بينا ناخد اتنين كده واحطهم بالشكل ده. تمام، وهبتدي دهنه خفيفه على قد ما تقدري عشان تطلع الصوابع بتاعت الجلاش خفيفة كده مش دسمة بزيادة، واروح قلباها. تمام كده، يبقى انا ورقت ما بين الورقتين، يعني عملت ما بينهم فاصل اللي هي المادة الدهنية بتاعتنا، وهاجي هنا وادهن بس النص. خلاص كده، وزي ما قلنا مش كتير، مش محتاجين كتير عشان ما تبقاش ايه صعبة وتقيلة. هبتدي اخد من الحشوة وانزل كده، تمام،
ونقفل. هنقفل ازاي بقى؟ تعالوا بينا. هنبتدي ناخد الطرف ده هحطه كده، واجيب الطرف ده كده، وده كمان كده، وابتدي اعمل رول اهو. سهل وبسيط وسريع ونتيجة حلوة، والتقديم كمان هيبقى شيك قوي. مش محتاجين بقى ان احنا نعمل صينية ونقعد نقطع فيها وتطلع معانا قطع مش مظبوطة كده، مفيش احلى والاسهل من كده. شايفين؟ تحفة. بينا نكمل يلا ونعمل كمان. تعالوا نرص هنا دلوقتي. يبقى بناخد ورقتين، ايه دي الورقتين، وابتدي ادهن اول ورقة كده اهو. بصوا يعني هي حتة صغيرة من الزبدة، وابتدي اوزعها علشان ما كترش المادة الدهنية. وزي ما قلتلك كل ما كانت الزبدة سايحة كل ما كان اللي انت هتاخديه منها اقل. هحطها كده، يبقى انا كده ورقت ما بين الاتنين. هاجي على دي هعملها كده وادهن نصها بس اهو. ليه نصها بس؟ لان النص التاني هحط عليه الحشوة، فانا مش محتاجة ان انا احط عليه الزبدة. هاخد من الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض وابتدي احط كده تمام، واجي اقفل. فهقفل الطرف ده واجيب الطرف ده وده كمان، وابتدي الف رول اهو. سهلة جدا جدا وبسيطة وشيك قوي زي ما قلنا. ولو عندك عزومة بقى تعمليها، عايزة تغيري الحشوة بأي حاجة متوفرة عندك في البيت سواء حلو أو حادق براحتك. تاني بقى، دي آخر واحدة نعملها ونشوف بعد كده التسوية هيبقى شكلها ايه. دي ادهن النص بس اهو، وبعدين ناخد الحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حد يقول لي ينفع اعملها باللحمه المعصجه؟ هتبقى خطيره. ينفع اعملها بحشوه شاورما؟ هتبقى رهيبه. ينفع اعملها بمكسرات وقرفه وزبيب؟ يا خبر هتبقى تحفه. فليكوا بقى مطلق الحريه اللي عندك في البيت تقدري تنفذي بيه، وسواء عايزاها بقى حادق او حلو براحتك. هخلص كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهكون مجهزه بقى صينيه، والصينيه دي هدهنها دهنه خفيفه بالزيت. ايه دي الجلاش والرولات اللي احنا عاملينها. تعالوا بينا بقى نرص كده زي ما اتفقنا، صاج او صينيه فرن مدهونه دهنه خفيفه بالسمنه بالزيت. انا ما بحبش ادهن بالزبده علشان الزبده ممكن تتحروق مننا وتغير اللون من تحت تمام. على الوش بقى دهنه خفيفه خالص من نفس الخليط اللي احنا عاملينه خالص، دهنه خفيفه جدا. وندخل فرن، الفرن سخن على درجه حراره 180 ل 200 تمام، لغايه ما تتحمر الرولات بتاعتنا وتاخد لون ذهبي علشان نطلعها. انا دايما بفضل ان احنا نسيب ما بينهم مسافات. ليه؟ احنا لو حطيناهم لازقين في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الجناب دي مش هتتحمر، هيبقى لونها فاتح واللي على الوش هنا محمر وتحت محمر تمام. الافضل ان احنا نعمل ايه؟ الافضل ان احنا نحط كده. طبعا بنحط القفله اللي تحت اللي هي النهايه بتاعتنا دي، هي اللي لازم تكون على الصينيه مباشره علشان تقفل وما تفتحش معانا، ونسيب فواصل صغيره علشان تسمح للرولات بتاعتنا ان هي تتحمر كمان من الجوانب مش من فوق ومن تحت بس. دي حاجه مهمه قوي. كنا قلنا في المقادير ان احنا عندنا نص كوباية لبن للتسوية اللي هي بنحطها بعد ما الرولات دي بتستوي. ده يرجع ليكي انتي. في ناس بتحب الجلاش مقرمش ما تحطيش حليب. طيب في ناس بقى بتحبه يكون طري شوية، فقبل النهاية على طول بعد ما يتحمر بضيف كده نص كوباية لبن وادخله الفرن دقيقتين ثلاثة واخرجه على طول. فهنا ده بقى كل واحد على حسب راحته الشخصية. أنا كده عملت فواصل ما بين وحدات الجلاش علشان أسمح للحرارة إن هي تبقى حوالين الرول كله، فبالتالي يطلع معايا كله لونه ذهبي. هدخل بقى الفرن على درجة حرارة 180 ل 200 على الرف الوسطاني. هنا ده اللي مظبوط على 200، يلا ندخل هنا. هايل. بصوا اللون بتاعها
حلو قوي، فاضل عليها شويه. بالتحديد في الوقت ده اقدر ان انا احط شويه لبن صغيرين لو انا عايزه اطريها شويه، مش عايزه اطريها خلاص هسيبها كده. تمام، يبقى شويه لبن صغيرين بحطهم وارجع تاني ادخل الجلاش الفرن علشان يكمل وياخد اللون الذهبي الجميل ويطلع بألف هنا وشفا. كده حروف مقرمشه طريه من جوه، لو انت عايزاها كلها مقرمشه يبقى ما تضيفيش نص كوبايه الحليب، اهي باينه معانا اهي. تسلم يا استاذ حمدي.